بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم على إذاعتكم المحبوبة ميد غاديو على برنامجكم نصيحة أمل. مازال غنتكلموا على العنف اللي تنعاني منه في المجتمع، واليوم غنتكلم على الأسباب. فالعنف اللي ولا عندنا في المجتمع ديالنا وتنعيشوه على مستويات متعددة، عنف الشارع، عنف البيت، عنف ضد المرأة، عنف ضد الأطفال، عنف ضد الأساتذة. هاد الظاهرة هادي وإن كانت شادة ولا عندها طبيعة الحال تداعيات كثيرة على المجتمع، وأكيد أن عندها أسباب اللي كيتجاهلها المجتمع ككل بكل أطيافه. يقول لي أحد القائلين لا ما كاينش تجاهل، لكن أنا بالنسبة لي ما دمنا أننا ما بحثناش على الحلول فكان جهلوا الأسباب وكان جهلوا هالظاهرة، بمعنى أننا لازم نعملوا على إيجاد الحلول المناسبة والمعالجة لهالظاهرة الشادة ولهالظاهرة المخالفة لقيمنا المغربية وقيمنا الدينية وأخلاقياتنا الإسلامية العالية جدا. فلازم نبحثوا على شنو هي الأسباب الحقيقية والأسباب المؤثرة واللي هي سبب هذا العنف المستشري، العنف المعنوي والعنف الجسدي. فأنا أعتبر أنه من ضمن الأسباب اللي هي أساسية لهذا العنف هو فقد الاحترام. فقد الاحترام والتقدير لقيمنا أولا، قيم الحب، قيم تقدير مجهودات الإنسان، قيم تقدير مجهودات الأسرة، قيم تقدير مجهودات الأب والأم من طرف الإبن، وفقد الاحترام ديال الأستاذ من طرف المتعلم، وفقد الاحترام ديال الأستاذ كذلك من طرف رئيسه المباشر ورئيسه غير المباشر، وفقد الاحترام ديال الفتاة وديال المرأة في المجتمع أو لا في البيت أو لا في الأسرة أو لا كزوجة، وفقد الاحترام حتى ديال الرجل من طرف أطياف متعددة. إذن هاد السلسلة هادي بطبيعة الحال كل واحد يمارس فيها العنف على حسب هواه، إما عنف لفظي أو لا عنف معنوي أو لا عنف جسدي، وكل واحد يحاول ما أمكن أنه يفرغ على من هو فوقه أو تحته. إذن هنا كيبغي كل واحد أنه ينفس، لما كتكلم معاه لماذا هذا العنف تقولك هو نوع من التنفيس، وهو نوع من التنفيس على الغضب، هو نوع من تعبير على عدم احترامي كشخص كذات كإنسان. إذن هنا السبب في الأصل هو عدم احترام هذا الإنسان، هذا الإنسان، وعدم استحضار أن احترامه واجب شرعي وديني نص عليه ديننا ونص عليه خالق الخلق سبحانه وتعالى والملك عز وجل سبحانه. الله تعالى يقول لنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إذن هذا الحمل هذا وهذا تيسير سبل العيش للإنسان وتسخير الكون كله للإنسان هو بسبب أن الله عز وجل بغالي الإنسان أنه يعيش معزز مكرم في الحياة، وأملى سبحانه وتعالى وفرض عز وجل سبحانه وتعالى على الخلق ضرورة احترام بعضهم البعض بكل أوجه الاحترام، بكل أوجه الاحترام وكل أوجه التقدير وكل أوجه العزة. إذن الله عز وجل سخر الكون وكيقول إن الله سبحانه وتعالى قد كرمنا بني آدم. هذا الكلام هذا الله تعالى ماشي هو كلام اللي هو عبثي أو الاعتباطي، لا، هو كلام اللي عنده البعد دياله. إذن بناء على هذا الاعتبار وبناء على هذا الأصل أن كل من لم يحترم صنعة الصانع فهو لم يحترم الصانع سبحانه، أن كل من لم يحترم خلق الخالق فهو لم يحترم الخالق سبحانه وتعالى. إذن إذا استحضرنا هذا البعد هذا وجبنا هذا البعد الإيماني وهذا البعد الفكري وهذا البعد القيمي في مجتمعنا وربينا وليداتنا عليه وتربينا احنا عليه وتعاملنا على إثره، لا شك أننا غنتفادوا مشاكل كثيرة وغادي نعيشوا على حقيقة الأمور، وما يمكنش شي طارئ من الطوارئ يجي ويحطم لنا هذا المبدأ وهذا الأصل وهذا الأساس. إذن لما كتغير بطبيعة الحال نظرتنا والبعد ديالنا الفكري والمعنوي والإيماني لهذا الأمر هذا، لا شك أنه بطبيعة الحال كتغير نظرتنا للإنسان عموما، سواء كان مسلم ولا غير مسلم، سواء كان مغربي ولا كان سويدي، سواء كان كيف ما كان فكيكون الإنسان مميز وتيكون الإنسان يستحق التقدير ويستحق الاحترام ويستحق العزة والمكانة ويستحق كل أوجه الاحترام.
إذا لازم أنه البعد ديالنا هنا تنعطيكم الأسباب وفي نفس الوقت تنعطي علاج. إذا هنا يا بطبيعة الحال معرفة دي الحقيقة هذه الأمور اللي غابت علينا، هذه القيم هذه اللي بغينا نرجع لها هي قيم لأساسية ما يمكنش نعالجه شي ظاهرة من الظواهر أو لا شي يعني طارئ من الطوارئ إلى ما رجعنا شيء القيم ديالنا وحاولنا نبحث فيها والأبعاد الفكرية ونحاول أن ننصحها. وغنستمر إن شاء الله تعالى في ذكر بعض الأسباب وعلاجها إن شاء الله عز وجل. ناخذ معنا أول مكالمة معنا للا سناء. للا دليلة مرحبا. مرحبا للا دليلة، أهلا وسهلا مراكش. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك للا دليلة، مرحبا. لله انا سعيده اليوم لان اول مشاركه اذاعيه وقبلت لي الخطفه سي مونجو من فضلك. الحمد لله هذا من فضل الله. مرحبا لله. ايه مرحبا، اهلا وسهلا بزاف على هذا البرنامج ديالك وكنشكروا الاذاعه ككل لان الاذاعه بالميد راديو بينات لنا ان المستوى ديال الاعلام عندنا في المغرب هو مستوى اللي بغض النظر عما كنشوفوا بعض المرات في الفيسبوك وفهذا يعني إيه. عندنا ناس في المستوى عندنا نقدروا نقولوا بان هذه البلاد راه الحمد لله راه غاديه للقدام وغادي تتحسن. اكيد لله، شكرا لله، مرحبا بكم. بكم لله واحد سميتو الله يجازيك. كان عندي واحد السؤال، هو عندي بنيته عندها 5 سنوات وعندها كنحس فيها بان لا بيرسوناليتي ديالها فراجيل بزاف. يمكن بحكم ان هي كانت متعلقه بباباها بزاف وباباها بحكم العمل ديالو المنصب ديالو اضطر انه ما يبقاش معنا يعني تقريبا طيله الاسبوع. هذا هو المشكل اللي كيكون يعني كيجي دين كانزان ولا دين فاتان يعني عاد يكون فهي وزت عليها بنيتها اخرى عندها دابا 2 سنين. انا فاش كنكونوا في شي بارك ولا كنكونوا هكذا في شي بلاصه كيبان لي البنيته اللي عندها 2 سنين لا بيرسوناليتي ديالها قويه على الاخرى. يعني مثلا الوليدات الصغار الا جا شي حد بغى يلعب او لا هذا الفعل الكبيره الصغيره هي اللي كتحامي عليها. هذا هو لو بروبليم غير كيبان لك لالا. تفضلي. فاش كنهضر معاها ولا هذا هي كتحس بها وعندها واحد الانوثه كبيره كما كيقول الدكتور الدريبي ما بغيش نقتل في هذيك الانوثه بغيت نخليها في هذيك الانوثه ديالها. اكيد رخصة تبنى ماشي ما نقتلوهاش بالعكس تبنى. زعما ديك لا بيرسوناليتي اللي تكون فوق بزاف حتى من الانسان ديالها باغ كنقول مع المده يمكن تكبر شويه تولي يعني تفوت هاد البلاصه ديال 50 تقدر شويه يعني تاعك ستاريون وتولي حتى هي واخا. ايه مرحبا مرحبا لالا دليله. الله يطول عمرك. اللي بغيت نسقسيك واش البنيته مثلا كتلاحظي عليها كتبكي بزاف مثلا؟ ما كتبكيش بزاف بزاف دكتور مي بحال مثلا شي حاجه الا كانت بحال كتقول لك ما درتش هذه ولا هذا ولا شويه سنسيبل الا كانت شي حاجه اللي غادي تقول لها مثلا ديري هذه ولا دي كتبقى كتبكي واش كتبغي تبدل يعني ديك العاطفه ديالي انا ولا يعني هي كنقولوا حنا المغاربه دمعها قريبه دمعها قريبه واخا كتهتمي بها بشكل اللي كيبان لك سليم لالا دليله بمعنى عطيتيها الوقت ديالها حضنتيها مزيان عطيتيها اللمسات الحب شفتي ليها في عينيها خليتيها تعبر هادشي كان ولا ناقص؟ هو الكتب الله حرام باش نقول لك لو بارفي الكمال لله كنحاول ندير اللي في جهدي زعما واللي يعني كنستافدوا منكم وهذا مي انا يعني انا تقريبا نقولي بحال خليت يعني خليت خدمتي وخليت كلشي على قبل بنيتك لان كان صعيب عليا باش انني نواكب ما بين الخدمه وما بين بنيتك بحكم ان بابا ما كاينش يعني كنت انني نربي بنياتي يعني كنحاول ما امكن اني نكون قريبه كنحاول نتعامل معها ماشي بديك الطريقه باش تربينا حنا كنحاول يعني نكون صاحبتها ناخذ لها مثلا رايها بحال مثلا حوايجها مسائلها الخاصه كناخذ رايها 100% فيهم يعني بزاف الحوايج كنحاول الاشراك ديالها في جميع الحوايج اللي كيتعلقوا بها هي في لو موند في ديالها مثلا بحال مثلا دغنيغمو كنت بغيت نبدل ليها ليكول وخديت يعني تشاورت معاها قلت لها راه غنبدلوا ليكول كاينه واحد ليكول مزيانه وهذا قالت لي لا ماما انا ما بغيتش نبدل ليكول بغيت نبقى في هذه يعني بحال بغيت نزز عليها بانت هي بحال بغات تاثر قلت لها لا قلت لها غندير انا وياك واحد لا ديسيزيون غتكملي هذا العام والعام الجاي ان شاء الله راه اصحابك وداك الشيء غيبدلوا ليكم قالت لي صافي العام الجاي يعني كنحاول ما امكن انني نقنعها قبل ما ناخذ لا ديسيزيون نقنعها
لو بروبليم اللي كان عندها شويه فاش زادت اختها لاحظت بانها كانت ديك الغيره ضروريه وداك الشيء لان هي كانت قابطه بزاف مي من بعد جو بونس بان ايتاب باغ ايتاب ولات هي كتبغي اختها ولات حتى دابا دكتور الا بان انا غنقول لاختها غنضربوك ولا غندير لك هذا كتبقى كتقولي لا ما تضربيش اختي يعني باغ كونتخ البنيته الاخرى واخا كنخاف عليها لا شوف لالا دليله واش غتقارني بنيته اللي عندها عامين مع وحده اللي عندها 15 سنين كاين فرق كاين فرق اللي عندها عامين باقة عندها واحد الخصائص المرحله اللي هي كتمشي بشكل بشكل تلقائي البنيته ديال 5 سنوات راه عندها واحد النمو النفسي اللي هو حاصل وكتقدر تميز بين الخطا وبين الصواب دابا الاندفاعيه اللي كتكون عند البنت اللي عندها سنتين ماشي هي نفس الاندفاعيه اللي كتكون عند 5 سنوات ما تعتبريش بانه لما هي كتضبط نعطيك بالمفهوم اللي تنفهمو حنا واللي تنخاطبو به لما تتضبط البنيه اللي عندها 5 سنوات انفعالاتها لما تيجي واحد مثلا بغي يضربها اولا كذا وما كتكون شيء كتاخذ ديك الموقف ديال الدفاع اولا كذا ما يعنيش بانها راها ضعيفه من هذه الناحيه او لما كتعرفش تدافع على نفسها او راها شخصيتها ضعيفه لا هذا الحكم هذا انا نتمنى انه تزوليه تماما من عقلك لا دليله اذا شنو غادي ديري اللي غادي تحاولي ما امكن ديريه هو مساله البناء بناء ديال الشخصيه بناء الشخصيه غادي تحاولي ان تجعلي البنيته عندها تواصل جيد مع الاخرين تواصل اللي هو بقدر الاستطاعه ديالها ثم تواصلها معك انت بطبيعه الحال راه خليتيها الحمد لله يعني كتعبر على رايها وكذا وكذا انه كتحاول ما امكن ان البنيته ديال 5 سنوات تعيش الوقت ديالها بمعنى تعيش الفتره ديال اللعب تعيش الفتره ديال انها تقدر تكذب عليك تقدر انها مثلا تختلق شي افكار ما كايناش تبان لك ماشي في الواقع وكيعتبروها الناس والاباء بانها كذب هو ماشي كذب هو نوع من الخيال تيكون عند الاطفال في هذا السن هذا 4 سنوات 5 سنوات تيكون عندهم تيدخلوا هما في واحد مرحله الخيال لما تيدخلوا في مرحله الخيال شنو تيبدا يبان الوالدين بانه بحال ولدي راه هو ما كاينش في هذا العالم ما منسجمش مع هذا العالم ما عندوش ديك القوه علاش لانه في هذه الفتره هذه القوه الفكريه ديالو تتكون اقوى من ردود الافعال اقوى من ردود الافعال هذا علاش كتلقاي البنيه اللي عندها عامين دغيا كدير رد الفعل والبنيه اللي عندها 5 سنوات مازال ما كديرش ردود الافعال اللي انت بغيتيها ديرها اذا اي باش نطمئنك الامر عادي لحد الان هادشي اللي قلتي لي على حسب ما قلتي لي هاد الامور كتبان انها امور عاديه غير انت سعي الى البناء وما تاخديش فكره مسبقه على البنيه الى مثلا البنيه جا شي واحد وكيتعدى عليها الابناء والاطفال في هاد الوقت هذا ما تيميلوش الى العنف تيميلوا الى ربط علاقات طيبه مع الاخرين تيبغيو انهم يكونوا في مستوى ديال الرضا الاخرين عليهم حيت هي عارفه انها مثلا الى اعتدت على واحد اخر او كذا غادي يهرب منها وغتخلق لها مشاحنات وما غتبقاش تلعب مع هذيك صاحبتها ولا ديك صديقتها ولا غيرها ولا كذا اذا البنيه الان اعطيها الفرصه للعب ما تكثريش عليها من كثره الملاحظات القويه اعتبريها طفله نعم كتعتبريها صديقتك ولكن ما تخليش عندها ديك لا بيرفيكسيون عاود ديال كلشي الان يتعلم غير الاداب تعلم ادبيات مثلا انها تحترمك انها تحترم الاصدقاء بالعكس هذا شيء جميل حنا ما بغيناش العدوان ما بغيناش رد شوف الا تظلم الطفل راه كاينين الناس الكبار اللي خصهم يدافعوا عليه ماشي ملزم هالطفل بانه في ديك اللحظه انه يدافع على نفسه ضربوا واحد يعاود يضربوا حتى هو داك الطفل اللي تيجي يشكي لنا وتيبكي علينا راه ماشي طفل ضعيف الطفل اللي هو كيحتكم الى القانون يحتكم الى القانون الاسري او القانون المدرسي او القانون راه ماشي طفل ضعيف راه اي واحد معرض انه يتعرض للاعتداء لكن الى ربينا وليداتنا بانه ولدي لما شي واحد يتعدى عليك او لا شي واحد مثلا يسبك او لا واحد يضربك او لا كذا كتمشي عند الاداره المدرسيه وكتقولها لها كتمشي عند الاستاذ وكتقولها له كتمشي عند الام ديالك ولا الاب وكتقولها له هذا ما كيمنعش اننا كنربيوه على مستوى الدفاع على نفسه شنو هو الدفاع الجسدي من بعد باقي ماشي في هذه المرحله هذه ديال 7 سنوات وديال 5 سنوات وديال 8 من بعد نتاهلوه جسميا باش انه تيكون عنده واحد القوه بدنيه من بعد ما تعرض لاي اعتداء ولا شنو يدافع على نفسه ولكن في هذه المرحله الا بقينا تنقولوا له اللي ضربك ضربه واللي دار لك واللي سبك سبه واللي هذا حنا راه ما كنبنيو الشخصيه هنا راه كنبنيو شخصيه اللي هي معاديه للمجتمع تنبنيو شخصيه اللي هي معاديه لذاته هو في اصله ما غيبقاش ديك الانسان اللي بغيناه
طيب للانسان اللي بغيناه، عنده اخلاق وعنده قيم، وكذلك ما غنلقاوش بانه انسان اللي غيكون صالح من بعد وما غيكونش صالح حتى في دراسته. لانه الطفل لما يركز على شيء وتيشوف والديه تركزوا على واحد الامر، فهو كيبقى الذهن ديالو كامل فيه، تيبغي هو دائما كيبقى مترصد باش اللي اعتدى عليه خصو حتى هو يرد له ديك العدوان. ما كيبقاش مركز على دراسته، ما كيبقاش مركز على القيم الانسانيه، ما كيبقاش مركز على الاخلاق. اذا هو خصو غير باش ديك الصوره ديالو يصححها عند والديه، باش يبدا يبان عند والديه بانه ماشي ضعيف. علاش؟ حيت والديه كيشوفوه انه ضعيف حيت ما ردش العدوان على راسه. اذا تنتمنى يكون كلامي واضح لا دليله ولجميع المستمعين بهذا الشكل هذا. اذا وللاسف حنا لما كنشوفوا الان العنف وكذا، وحتى العنف اللي تمارس على الاساتذه واللي تمارس كذا واللي تمارس كذا، اشنو تلقاو لولا ان كاين شحن في الـ في الـ في الـ الاسره من طرف الام ولا من طرف الاب تجاه هذاك الاستاذ وتجاه هذاك المعلم وتجاه هذيك القدوه وتجاه هذاك السيد اللي كاين في الشارع وهذيك المراه وهذيك الفتاه وغيرها وغيرها، وهذاك الطفل لولا ان كاين شحن ما كانش غتكون ردود الافعال من هاد الاطفال ومن هاد المراهقين تجاه معلميهم، تجاه الاساتذه ديالهم، او تجاه المراه عموما. اذا نتي تم واحد الشحن، علاش يدير لك هكاك وماشي من حقه يدير لك هكاك ونشدوه ونفعلوا له ونتركوا له، ويا بابا ويا يماه ويا ما نعرف اش، يعني الفاظ اللي تتداول اللي تنعرفوها كاينه وكتقال وكذا. تيبقى واحد الشحن، واحد الشحن ديال هذاك يعني الكراهيه ضد هذاك الشخص الاخر. لو انه كيف ما كنا حنا تربينا وربونا والدينا على اننا كنحترموا اللي كبر منا، والناس تيقولوها، تيقول لك انا كنت كنخاف اني ندير شي خطا فاش كنت طفل حيت غادي يجي وغادي يضربني جاري. بين قوسين حنا ماشي تنشجعوا على الضرب والكذا، وانما غير تنعطي الصوره الاجماليه اللي كانت عند الطفل، لان كل واحد كان تيربي جار كيجي كخاصم عليه او لا ممكن يضربه، وتيبدا هو يقدر يبكي ويقدر ما يبينش وما خصوش يقول يا ربي، غير ما يمشيش يقولها لبابا لحين بابا غيكمل عليا حتى هو بلاصه. بين قوسين اذا حنا ماشي كنشجعوا على الضرب وما كنبغوش نربيو بالضرب، ولكن الفكره الاساسيه هو انه ديك الخطا اللي قام به ديك الطفل تيكون غير مقبول من طرف المجتمع والكل يربي. هادشي حنا كنفتقدوه الان، ان واحد تيدوز وتيشوف وليدات مثلا كيتلفظوا بشي الفاظ دي ماشي مزيانه، وما تيوقفش عندهم تيقول له ولدي ولا بنتي الله يرضي عليك هذا الكلام ما خصوش يتقال وكذا 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 وكذا، نصائح لا تيدوز بحال ما سمعت حتى شي حاجه. لا، خص كل شيء يربي. ما كان يؤمن بالله واليوم الاخر؟ اذا فليقل خيرا، فليقل خيرا في هذا الباب، هذا يقول خير. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اذا واضعف الايمان هو الاستنكار بالقلب، ولكن حتى ما نقدروش اننا نلاحظوا ونقولوا ملاحظات بالكلمه باليد، جوج مدابزين نخليهم مدابزين نبقاو نتفرجوا فيهم، نعلموا وليداتنا ان جوج مدابزين كيجلسوا تيتفرجوا فيهم، هذا من قيمنا المغربيه الانسانيه الاسلاميه؟ هذا عيب والله، وصمه عار، حشومه وعيب. لانه خصنا نتعلموا انه مباشره تكون مدابزه نعلموا وليداتنا يتصلوا اولا بالامن، يتصلوا بالامن، او لا يجعلوا انهم هما الا كانوا مثلا اطفال المدارس، وهادشي كنشوفوه للاسف دائما، وكاين مشاحنات وكاين كذا، تيكون عنده الرغبه في انه يصلح بيناتهم وانهم يبعد بيناتهم. اذا لما تيجعلها فرجه وتبقى هو واحد تينفخ في الاخر، كان على كل حال هذا امر وهذا واقع اللي خصو يتغير عبر القيم. نتمنى ان شاء الله تعالى ان القيم تتغير. ما تخافي شيء لله، الامر عادي جدا، والامر يعني في مستوى اللي هو مستوى المقبول والطبيعي. مرحبا، ناخذ معنا مكالمه اخرى. معنا لاله سناء. الو، السلام عليكم لاله سناء متونس. الو، عليكم السلام دكتوره. مرحبا لاله، اهلا وسهلا. كنشكرك بعدا على هذا البرنامج اللي كتعطينا على هذا. الله يبارك فيك، ربي يخليك لاله سناء، مرحبا. وليداتنا وحياتنا اليوميه. الله يكرمك، ربي يخليك لاله سناء، مرحبا على راس العين. تفضلي لاله. دكتوره عافاك، بغيت نسولك غير على ولدي. انا عندي وليد عنده 3 سنين. ومره مره كيبقى يدير، سمح لي يعني عيب شويه عليك لاله. عيب شويه، مرحبا بك. اش تخلعي؟ واش حنا كنخلعوه؟ لا غير مرتاح كذا. بغيت نضحك معك لاله سناء، مرحبا. تفضلي نضحك معك. الله يكرمك لاله سناء، مرحبا. بغيت نقول لك الدكتوره عنده 3 سنين. ومره مره كيبقى هكا بحال دابا يضربني ولا كيقول شي حاجه خايبه، شي هضره خايبه بحال هكا، وما كنعرفش كيفاش نتعامل معاه ولا كيفاش نعاقبه.
شنو السبب في رايك؟ شنو تيقول مثلا شي حاجه بغاها تلبى لهم البيتي عاش او لا علاش درتي ليا علاش كيبقى يسب بحال دابا هكا الا ما بغيتش ندير له شي حاجه ولا نعطيه شي حاجه بحال هكا ايوا ما كتعنفوش هي بحق لا في الاول كنت هكا كنغوت عليه وداكشي كنضربو وداكشي ولكن في الاخر من بعد ملي ديسكت مع النصائح ديالك بطبيعة الحال وداكشي كنت توقفت يعني من الضرب وبقيت نتعامل معاه هكا بالهضرة ما نضربوش يكون عقاب شوف مزيان رائع مزيان انك تلعبي مع ولدك انا كنلعب معاه هكا بزاف لعب معاه الكرة لعب معاه بالالعاب ديالو ولكن هكا ملي كنتعصب ولا شي حاجه كنبقى نغوت عليه ولكن الضرب ما كنضربوش علاش تغوتي عليه؟ لا سناء نحيدوا هذه الكلمه ديال الغوات ونعطيوه بانه كنصحوا كندير له ملاحظات ما كاينلاش ان نتكلموا بصوت عالي وبالغوات راه غير وليد ديال 3 سنين وليد ديال 3 سنين كتقول له جوج كلمات بهدوء وكتبقى تكرر ديك جوج كلمات حيت بعض الناس يقول لك ما كيسمعش غادي ما يسمعش المره الاولى الثانيه الثالثه العشره غادي يسمع غير بقى ثابت على المبدا ديالك بنفس الطريقه بنفس الاسلوب مع اعلاء يعني النوع ديال التفاعل بمعنى ممكن انه الى مثلا فات 3-4 مرات ما كاينش واحد الاستجابه كنشوفوا فين كاين الاشكال ربما الطريقه باش كنصحوا ولا كنلاحظوا عليه ماشي مجديه كنبدلوا الطريقه يعني المره الثانيه ونبدلوا الطريقه المره الثالثه موراها تنقولوا له شوف هذه المره الا ما استجبتيش وما درتيش اي هذه الحاجه ولا بقيتي كديري هذه الحاجه راه غادي نعاقب العقاب يكون من خلال الحرمان غتحرمي ان من ديك اللعبه مثلا ما يلعبش بها هاد الساعه لا ما غتلعبش بها الساعه لانه درتي كذا وكذا او لا ما درتيش كذا بدون انك تغوتي ما تنفعلي ما تعصبي ما حتى حاجه حاجه اخرى دكتوره نعم لله بالنسبه للعب يعني ملي يكون انا كنلعب مع هكا الكره ولا مع الالعاب ديالو راه هو كيلعب يعني عادي ولكن صافي غير ما كنبقاش انا لا فكيبقى غير تابعني بحال دابا كنحط له هكا الالعاب ديالو نقول له لعب ما كيبغيش يلعب ما كيلعبش صافي الالعاب ديالو الا ما لعبتش بهم انا معاه يعني صافي ما يلعبش هوايا فهمتي لا سناء هو الطفل الوحيد اللي عندك؟ هو الوحيد واخا الاب ديالو كيفاش كيتعامل معاه؟ مزيان كيلعب معاه حتى هو يعني ما كيضربوش عادي يعني ايه لعب معاه بزاف مثلا هو فاش تيتعصب كيف تنقولوا ولا كيبقى يضرب ولا كيسب ولا كذا لما مثلا كتحرميه من شي حاجه ولا ما حققتيلوش شي حاجه مثلا تيقول لك اجي لعبي معايا وتيبقى كي بحال هكذا الا كنت انا ما بغيتش نلعب معاه ولا ما بغيتش نعطيه شي حاجه ولا بحال هكا كيف باش نعرف واش في المنع ولا في العطاء يعني لما كتمنعي شي حاجه ولا او لما مثلا لما ما تيبغيش انه انتي تفعلي معاه واحد الشكل معين لا ملي ما كنبغيش يعني نبدل الطلب ديالو بحال هكا واخا لا سناء نجاوبك ان شاء الله مرحبا بك مرحبا الله يبارك فيك لا سناء مرحبا هو المساله ديال ردود الافعال اللي كتكون من الاطفال هي ردود افعال اللي كيبغيو يوصلوا لنا بها بانهم غير راضين على امر معين فلما كنعلموهم حنا بانه راه الا بغيتي يا ولدي بانه توصل لشي حاجه او لا تبلغ لينا شي حاجه او لا تعطينا شي فكره ولد ديال 3 سنوات ربما يلاه بدا يتكلم ربما هذا التعبير اللي كيكون اقوى عنده هو تعبير جسدي يقدر يبدا يضرب شي حاجه يقدر انه يضرب اللعبه ديالو يقدر انه يبكي يقدر انه يقدر يبدا ينتف شعرو يقدر يدير شي وسيله من الوسائل ممكن يضرب ماما ممكن كذا لكن حنا كيفاش كنتعاملوا مع هذا الامر هذا كنتعاملوا معاه من خلال ان تنقول له بانه ولدي شنو كتجلس حداه وكتهزو اولا كتبقى قدامه وكتنزل المستوى ديالو وكتحاول تخليه انه يعبر بمعنى ها انا قدامك ما كاينلاش دير داك الانفعال اذا شنو بغيتي توصل كتوصل له بانه انت راك قريب ليه اولا كتوصل له بانه راه يقدر يعبر بطريقه اخرى ثالثا كتبين له بانه انت رافض لهذيك التصرف انا غنسمع لك وغادي نلبي لك الرغبه الا ما درتيش هذا التصرف ما تبقاش دير ما حديتك انت مثلا كتبكي او لم كتضرب او كدير شي حاجه كتضرب يعني هنا خارج انك يضرب الام او كذا ولا كذا ما غادي شيء نلبي لك هذا الامر اذا لما دير هذا السلوك غادي نلبي لك انا الرغبه ديالك
ثم كنعلموه بانه العيب وحشومه اننا نديرو هذا السلوك، حشومه ما كنضربوش ماما، حشومه كذا، حشومه كما كذا. اذا تتعلموا بعض المبادئ ولا نصفق له طبيعه الحال. كاين بعض اللي تيبقى كيضحك، الطفل لما كيشوف ان الاخر تيضحك في تصرف معين بالنسبه له ما تيفهمش بانه التصرف غير مقبول. الناس كيعجبهم شي تصرفات معينه من الاطفال، لكن ما تيقراوهاش في عقل الطفل كيفاش كتمر. عقل الطفل هو نوع من التشجيع ونوع من المكافاه ليه انه دار هذاك التصرف، ضرب هذا ولا سب هذا، تبارك الله على ولدي، ولا تيهضر ولا كيسب. كاين هذا النوع هذا من الناس للاسف، فكيستمتعوا ديك اللحظه لكن ما كيشوفوش من بعد شنو تيوقع عندك الطفل، تيكون تعزيز لهذاك السلوك وهذاك الفعل. اذا هنا مجرد ما يكون خطا من طرف الطفل فانه كنحاولوا ما امكن تنقلوه من مكان الى مكان. زي مثلا تيهو تيضرب اولاد كنهزوه صحطوه في واحد المكان اخر، تنحاولوا ما امكن ان نجلسوا معاه، ولا كيضرب بيديه كتقبطي له يديه وكتنزليهم لتحت ماشي بعنف، لا غير يعني كتحدي من الحركه ديالهم، وكتبقى تتكلم معاه وكتبقى كتشوف فيه بابتسامه، شوفي بابتسامه وكذا. الا بقى زاد عود في ديك الحركه ولا شك انه ما تسبقاش يعني مستفيضه ديك الحركه، كتحد في واحد النقطه معينه، لانه بتكرار رد الافعال ديالنا ما نتوقعوش ان رد الفعل ديالنا مجرد مره او لا جوج غادي يستجب معها الطفل، يقدر يستجب المره الاولى، يقدر يستجب حتى المره الخامسه او لا غيرها. لكن حنا كنبقاو ثابتين على داك المستوى واحد المده، واحد المده حتى كيتشرب هو منه. شنو كيتشرب؟ كيتشرب منا اللا عنف، كيتشرب منا الهدوء، كيتشرب منا الاحترام، كيتشرب منا الحوار. اذا حنا تنعطيوهم مبادئ، ما تبقاوش تعاملوا مع الفعل كانه لازم يكون عندكم واحد رد الفعل اللي هو اقوى، لا، انت راه كتعلموا في نفس الوقت كيفاش تكون ردود الافعال. اذا كتعاملي معاه بالطريقه هذه وكتخصي له وقيتات بطبيعه الحال، ها الوقيت هذا غنلعبوا فيه، وقيت اخر غادي نقراو فيه قصه، وقيت اخر غنبداو نحفظوا فيه شويه ديال الصور، هذه الصوره. اذا تتحاولي ما امكن، ثم كتعلميه كذلك في نفس الوقت انه بابا هذا الوقت هذا راه هو هذا الوقت ديالي، مثلا هذا الوقت غنمشي كنصلي فيه، هذا الوقت هو عموما. هذا الطفل في هذا السن هذا سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات ولا اكثر تيكون عنده رغبه في مصاحبه الام، يعني المصاحبه الدائمه، لكن مع فرض الام لاحترامها مع هذا الطفل والانسجام في نفس الوقت. الانسجام في نفس الوقت هو قد لا يقصد هذا الطفل بانه بغى انه يضرب الام، هو بالنسبه له ذاك الضرب هو مجرد اشاره، ما تعرفش يتكلم مثلا، تيبقى يزدح برجليه او بيديه او كذا، ماما اجي معايا، ماما هادي، ماما. اذا هو بالنسبه له نوع من التحريك ديال التفاعل ديالك معه، لكن هنا كيبقى كيفاش اننا كنتعاملوا مع هذا التفاعل هذا، وكيفاش اننا تنقولوا لا هكذا ما كنديروش، اجي بابا هضروا كذا وهكذا، يعني بهالطرق هذه اللي كنبينوا له بانها راه هذا النوع من التصرف هذا راه غير مقبول وهذا مقبول، وتنحاولوا ما امكن نشغلوا هذا الطفل. اذا شغل هذا الطفل وتوزيع الاوقات معاه هو من الاشياء اللي كيمتلكوها الوالدين واللي خصهم يوظفوها في تعاملهم مع الاطفال. مرحبا، الا شفتي وليدات اخرين يلعب معهم يكون الامر جيد، انه في هاد السن ثلاث سنوات مزيان انهم يندمجوا مع اطفال اخرين فتتعلموا عدة أمور، وما تبقاش يحس بالملل لأنه ربما يشعر بالملل، يخرج مثلا ندير واحد الوقيتة تخرجي انت وياه، واحد الوقيتة تمشيو ابتداء من ثلاث سنوات الناس كيبداو يحفظوا القرآن الكريم، فهذا شيء جميل ويساعد على الهدوء النفسي وتوسيع مدارك الخلايا الدماغ عند الأطفال. مرحبا، ناخذ معنا مكالمة أخرى. معنا للا سمية من الرباط. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لاله سميه. تحيه كبيره لك اختي امال، كنشكرك بزاف على هذا البرنامج. ربي يخليك اختي. كنشكروا الاذاعه الاولى في المغرب. الله يكرمك. عليكم وتحيه كبيره للطاقم ديال الاذاعه كامل. ربي يخليك لاله سميه، شكرا لك. الله يخليك، انا كنت خديت النمره ديالك شحال هذا من الاذاعه وبغيت نتواصل معك في الواتساب ولكن ما تقراش لي الرسائل ديالي، المهم الحمد لله اليوم حالفني الحمد. مرحبا لاله سميه. عندي تساؤل بالنسبه، عندي جوج الوليدات، عندي الكبير عنده 11 عام وهذا العام عنده 7 ان شاء الله، وكنقري في مدرسه خاصه، بغيت نصيحتك واش نكمل ليه ان شاء الله في كوليج في العمومي ولا في البريفي، ما عرفتش رانا حايره، بغيت نصيحه من عندك. وعندي البنيته عندها 5 سنين، تلقيت معها مشكل كبير، المدرسه كيتشكاو لي منها، تيقولوا لي راه ما كتركزش، ما عندهاش ما كتستاجبش معاهم، ما عندهاش، ما كتشاركش في القصه، ملي كتغلط في شي حاجه ولا كتبقى مبلوكيه، ما كتهضر ما كتكلم، كتبقى غير كتشوف.
واللي بنيتها ديال خمس سنوات خمس سنين. خمس سنين عندها التمهيدي الثاني دابا. سبق ليها دارت الرا ودارت التمهيدي الاول، دابا عندها التمهيدي الثاني. ديك الحروف وداك الشيء اللي تيعطيهم يكتبوا في الاول ما كتعرفش بصعوبه باش كتشد داك الحرف وباش كتولي تحفظ شويه القران. وما عرفتش كيفاش نتعامل معها. هذه السنه الاولى اللي عندها فيها هاد العدم التجاوب ولا كان من السنوات الفايته هي كنا كنقولوا زعما ربما حتى العام الاخر غتكون مزيان، العام الاخر غتكون مزيان، باقي التمهيدي الثاني باقي هذا، ولكن ان شاء الله العام الجاي غيكون العام الاول ابتدائي. خف هذا المشكل يبقى معاها، بغيت نعرف كيفاش نتعامل معاها. كتراجع فطار ولا لا؟ كتراجع شي حاجه؟ شي حاجه قليله، شي حاجه قليله كيعطيوهم الاربع واحد الحرف يكتبوه في الدار وواحد القران يحفظوها. مزيان، يعني شي حاجه قليله. مزيان، حاجه قليله، حرف واحد يكتبوه دوك خمسه د المرات وكيحفظوه صافي. هادشي اللي تعطيهم. كيفاش كتعامل مع داك الحرف وداك الشيء؟ كيفاش كتكتب؟ عندها رغبه تكتب، تبغى تجبد داك الكتاب ديالها تكتبو، ولكن ملي تسوليها اشنو هذا ولا ما تعرفش، تبقى تشوف فيه ساكته. انت خصك تكره ليها وتعاودي وتعاودي، يلا تعرفوا. الا درتي ليها مثلا بحركه اخرى ولا بشكل اخر ما طلعتش تعرفوا. فهمتي؟ هذا هو المشكل ديالها. ويلا غلطت حركة أخرى، كيفاش حركة أخرى؟ مثلا هو دايرينو نفس الحرف، هو عنده الفتحة شوية غديري لها بالضمة ولا صافي، ما بقاش تعرفو. فهمتي؟ تتولي أشنو هو هذا؟ والو، ما تهدرش، تبقى كتشوف وساكتة. عادي عادي، كتشوف فيك وساكتة. المديرة ديالهم في المدرسة عيطات ليا، قالت لي راه غادي نحاولوا معها واحد شهرين ولا إلا ما كانش خصك تشوفي ليها طبيب. دابا انا داك الشيء اللي خوفني، خاف زعما يكون عندها شي مشكل، وهي تبارك الله زعما في الدار وفي المسائل هكا مع العائله كتعقل وتعقل على الاحداث اللي وقعوا وكتعاود زعما بواحد الطريقه كيف ما قلتي قبيله. شي مرات كتكذب، كنشوف هذاك بحال كتمثل، كتعاود ديك الحاجه بواحد الصوره ما ماشي ديالها الحقيقي، ولكن كتجيبها هي هذيك. هذاك يعني تنميه الخيال عند الطفل. الخيال فعلا فعلا. ودابا بالنسبه للقرايه ديالها هذا هو اللي خص، انا خص هذا المشكل يبقى عندها في المراحل الجايه وفي السنوات زعما. لا ان شاء الله يكون خير لها سميه. انا اللي غادي ننصحك هو انه غادي ديري لها اختبار ديال الذكاء واختبار ديال. ما عرفتش فين، وبغيت توجهيني زعما في شي حد انا في الرباط هنايا قريب لي زعما، الا كان شي حد هنا ولا نمشي عندو. انا لو كان حتى لعندك ما عنديش مشكل. مرحبا لا سميه. ربي يخليك، انا بغيت نتواصل معاك شحال صيفطت لك الرسائل ولكن ما كانش. ايوا ليلى الله يعطيك الشفيه. الحمد لله اليوم. مرحبا لا سميه. مرحبا. على الحال في حدو جاوبيني حتى على الوليد. الله يجزيك بخير. نجاوبك ان شاء الله. بغيت زعما نرجعك عند لاله سميه وان شاء الله تعالى. الرقم ها هو عندك، غادي نرسل لك يعني عنوان، لانه انا صراحه يعني اعتذر من كثير من الناس، لكن غادي نحيلك على الناس اللي غادي يساعدوك باذن الله تعالى. مرحبا. اذا بالنسبه للبنيته هذا الامر هكذا، الا ما كان شيء البنيته عندها فعلا صعوبه التعلم، درنا لها الاختبار ديال الذكاء ودرنا لها الاختبار ديال صعوبه التعلم وما كان شيء عندها مشاكل، فهنا تتبقى بانه تنقولوا بنيته راها عاديه، لانه بحكم السن خمس سنوات ما ننتظروش بانه البنيته غيكون عندها واحد سرعه البديهه في كل شيء. ان هاد البنيته مثلا انها هي قرات الحرف بالالف بالهمزه بالفتحه فوق منه، ومن بعد نديروا لها فوق منه ضمه ونقولوا بانها غادي تجيبها من راسها اولا كذا، لا. اذا لازم انه تيكون واحد التردد عادي في سن ديال خمس سنوات، تيكون واحد التردد، ممكن انه كتبقى كتخمم كتفكر. كاينه امور اللي هي كثيره مؤثره، كاينه كاين الجو ديال القسم عموما حتى هو مؤثر، كاين الجو ديال في القسم وكذلك في البيت اللي كيكون مؤثر على الاطفال في استذكار المعلومه. استذكار المعلومه ربما البنيته هي كاين بعض الفتيات او حتى الذكور تيبقاو مشغلين في القسم بزملائهم اكثر من انشغالهم بالدرس، فكيكون مثلا هو من الاطفال اللي تيجلس الوراء وهو عنده اصلا هذا اللي كيكون عنده صعوبه التعلم، تتكون عنده صعوبه بانه ينسجم او لا يركز اكثر. فهاد الاطفال هاد النوعيه تنحاول ما امكن انه نجيبهم الوسط او نجيبهم في الاول باش تتقل عندهم المشويشات، او لا كتكون عندها واحد ملاحظات معينه. اذا مزيان البنيته تهضري معها تكلمي معها تشوفي شنو كيهمها،
شنو الامور اللي كتجي كتحكيها لك المدرسه؟ ممكن تقول لك بانه شفتي ماما كليت واحد الحاجه زويونه عند واحد البنيسه، اذن هي شغل لها مثلا واحد نوع من الطعام، واحد الكسيوه شفتها زويونه عند واحد البنيسه، هي شغل لها واحد الشكل معين. هذا مجرد مثال، يعني تنعرفوا تنخليو البنيسه انها تتكلم ونعرفوا شنو اللي شغل لها بالها وفين كاين الاشكال. اذا بطبيعه الحال كنستغلوا الوجود ديالها ومراجعه مثلا الام معها او لاي شخص لاجل ان كنميو عندها الادراكات السمعيه البصريه، تتولي عندها ادراك سمعي وبصري. وكنت ان شاء الله تعالى يعني كنت بديت في هذا الموضوع هذا ديال كيفاش انه ننميو الجانب السمعي عند الاطفال، وخصوصا الاطفال اللي كيعانيو من فرط الحركه ونقص الانتباه، وغادي نلحقوا ان شاء الله تعالى وغادي نكمل معكم هذا الامر. بالنسبه لابن ديالك، بالنسبه لابن ديالك مساله ديال انه الاختيار ديال المدرسة خاصة أو المدرسة عمومية، هذا اختيار لولا عند بزاف ديال الناس تيشكلهم واحد الهاجس، وهاجس ربما كبير وهاجس. أنا لا ما غاديش نقدر نقول لك غتديه المدرسة خاصة أو لا تديه المدرسة عمومية. الإيجابيات كاينة في المدرسة العمومية وكاينة في المدرسة الخاصة، السلبيات كاينة في المدرسة الخاصة وكاينة في المدرسة العمومية. إذا ما يمكنش نعطي واحد الحكم اللي هو إجمالي عام. ممكن تكون المدرسة العمومية اللي هي حداك هي مدرسة ممتازة، وممكن تكون المدرسة اللي هي خاصة حداك هي خاصة وكيخلصوا الناس فيها الفلوس، ومدرسة اللي هي ضعيفة تكوينها للتلاميذ. إذا تنشوفوا هنايا الظروف وتنشوفوا القوة البيداغوجية والقوة يعني في التعامل مع هذا المتعلم وفي إيصال المعلومة وضبط الإدارة إلى غير ذلك، والنوعية بطبيعة الحال. هنا ما غاديش نقول نوعية الأساتذة أو كذا، على كل حال تيكونوا أكيد أن كاين تفوق في المجال وكاين أساتذة متفوقين على أساتذة آخرين، كيف ما هو في الحياة ككل، كيف ما الأطباء، كيف ما المهندسين، كيف ما كيف ما. إذا هنا بطبيعة الحال كتشوفي كدير واحد الاستقراء، كتحاولي ما أمكن تشوفي هذيك المؤسسة اللي حداك واش هي مؤسسة اللي هي النسبة ديال العطاء ديالها. ما نتكلمش عن نسبة النجاح، ما نتكلمش، نتكلم على النسبة ديال العطاء الحقيقي. لما كنشوفوا مثلا ناس اللي هما في المدرسة العمومية تيعطيو لنا الأرقام الحقيقية لهذاك التلميذ، يعني الأرقام الحقيقية في الاختبارات، هذا شيء جيد وشيء رائع. ولكن للأسف 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 ولينا كنشوفوا أنه بعض الآباء عوض أنهم تيشوفوا الإشكال مع وليداتهم، علاش هاد النقاط ديال الفروض مثلا عنده في هاد الشكل هذا، وتيحاولوا يعالجوا معاه الامر من العمق، تيولي الاستاذ اللي مدان، علاش الاستاذ يعطي ديك النقطه؟ ايوا اذا بغينا الاستاذ يكذب في النقطه باش حنا بطبيعه الحال نكونوا راضيين وراضيين على وليداتنا ونكونوا راضيين على داك الاستاذ. الاستاذ ما بقاش يعرف اشنو خصو يدير، واقع هذا واقع. وكنشوفوا حنا الادانات اللي كاينه، وكنشوفوا يعني الا عطى نقطه ماشي هي اذا هو استاذ ماشي مزيان، لا الاستاذ يعكس. اختبارات بطبيعة الحال كلشي هادشي تربوي، اختبارات كتخضع لتقييم من طرف الإدارة التربوية، من طرف المفتشين، من طرف كذا من طرف كذا. الأستاذ راه تلقى واحد التكوين، تلقى. إذن ما ننتقدوش الأستاذ، ننتقدو إما العملية التربوية ككل، أو ننتقدو ماشي غنقول التلميذ، وإنما غادي نشوفو شنو هي الظروف اللي خلات هاد التلميذ ما توصلوش المعلومة أولا، أو لما يعرفش هو يستذكر المعلومة، أو لما يعرفش يتعامل مع الاختبارات ديالو مع الدروس ديالو. إذا نشوفوا المشاكل اللي كاينة الأسرية، المشاكل المادية، المشاكل. ثم اعتبار آخر اللي غادي نقول لك هو أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الناس اللي تخرجوا من الوظيفة العمومية أو من عفوا من المدرسة العمومية هما الناس اللي أطر عالية في المجتمع، فما كاينش انت غتضيقي على نفسك مثلا وماشي في استطاعتك وغتمشي لواحد المدرسه اللي هي غاليه ومدرسه اللي غتعطي فيها واحد القدر لاجل غادي تكون عندك واحد العواقب اخرى من اجل انه تسمي ان ولدك ولا بنتك راه تيقرا في مدرسه خاصه. لا، اذا هنا تنحاولوا ما امكن انه تندرسوا الامر، نشوفوا يعني بالعطاء ديال هذه المؤسسه وهذه المدرسه، وناخذوا الارقام وناخذوا كذلك النقط الحقيقيه لهاد التلاميذ، ونشوفوا شنو كتعمل هذه المؤسسه. المؤسسات مثلا تحتاج، للاسف بدينا كنفتقدوا للرحلات المدرسيه، بدينا كنفتقدوا لواحد نوع من التعامل والتعاطي مع جمعيه الاباء، ولينا كنفتقدوا التواصل الجميل بين الاستاذ وبين الاباء، دينا كنفتقدوا واحد نوع الانشطه اللي بغيناها تكون عند وليداتنا،
لاجل انهم يحاولوا ما امكن يفرغوا ديك الطاقات السلبيه اللي عندهم، وماشي غير يفرغوا الطاقات السلبيه واكتساب قيم، القيم اللي ربما الاعلام ما بقاش يقوم الدور ديالو، ربما الشارع، ربما مؤثرات اخرى. اذا هنا فين خصنا نرجعوا لواحد المنظومه التربويه اللي هي منظومه تربويه سليمه، ونسال الله تعالى الخير والتيسير للجميع. مرحبا، ناخذ معنا اخر مكالمه للاله فاطمه من فاس. مرحبا للاله فاطمه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا فاطمة. دكتورة. نعم لالا. بغيت نقول لك على واحد البنت عندي 4 سنين. إيه. وما عرفتش نقول لك شنو فيها، فيها بزاف الحركة وكترد الهضرة كترد بأي شيء بأي حاجة لقات. لالا فاطمة الراديو الله يخليك. في الراديو عافاك باش نسمعك مزيان. شكرا شكرا. نعم لالا عندها عندها فرط الحركه. عندها كثر الحركه واي حاجه لقاتها كضرب بها كترد عليك الهضره اي حاجه اي حاجه. واخا لالا فاطمه. نعم تفضلي. نعم لالا تعطيني من ديالك حتى يقطع الخط مزيان نهضر. واخا فاطمه غادي تلقاي الرقم ديالي ان شاء الله تعالى على الصفحه الرسميه سيدات نساء ونصيحه امل على الفيسبوك. واخا نرجعك. نعم لالا فاطمه حيت كندخل الموقع ديالكم ما كنلقى والو. ياك غير مقلبي قلبي راه كاين كلشي كاين. نرجعك عند لالا سميحه لالا فاطمه وتاخذي الرقم ان شاء الله تعالى، وديك الساعه نحيلك على ناس اللي ممكن انهم يساعدوك لاجل انه ديري اختبارات ديال صعوبة التعلم واختبارات الذكاء ونشوفوا الإشكال اللي كاين عند البنيته. مرحبا. إذا ما سخيت شي بكم مستمعين الكرام، شكرا لكم، شكرا على تواصلكم معنا، شكرا للوفاء فائز كنتي معي في الإخراج، للسميحة في استقبال المكالمات، شكرا للعتيقة المشرفة الرسمية على الصفحة الرسمية لسيدة نساء ونصيحة أمل على الفيسبوك. دمتم في رعاية الله، غدا في نفس الموعد إن شاء الله نلتقي، إلى اللقاء.